هنا يصنع الأبطال، هنا يسقل الرجال. عدد طلاب الدورة 708 طالب حاليا متواجدين في هذه الكلية، وهنالك 3 طلاب دورات خارجية في باكستان. وكذلك هنالك حقيقة متابعة شخصية ودعم لهذه الدورة من قبل السيد وزير الدفاع المحترم، وكذلك من قبل السيد رئيس أركان الجيش المحترم، وهنالك متابعة ميدانية يومياً من قبل السيد رئيس الأكاديمية العسكرية المحترم، وبشهادة اللجان التي تزور هذه الكلية من قبل الأكاديمية العسكرية. وكما تعلمون نحن ومتابعين مع جميع الأجنحة ومن جميع الجوانب حتى الإدارية البنية التحتية، بحيث الطالب من يتلقى العلوم العسكرية والعلوم أخرى في هذه الكلية أن يكون هنالك بنية تحتية تليق بهذا الطالب من حيث السكن ومن حيث الإطعام ومن حيث الخدمات ومن حيث السياقات العسكرية الصحيحة التي تطبق في هذه الكلية. وأقولها بكل فخر واعتزاز، أعتبر هذه الكلية من الكليات النموذجية ومن جميع المستويات. وعد منهاج هذه الدورة رئاسة الأكاديمية العسكرية، ويتم تنفيذها بشكل دقيق، حيث يستفاد من عنده طالب عند تخرجه وعمله كضابط في الجيش العراقي. كما أود أن أقدم شكري وامتناني وتقديري إلى السيد رئيس الأكاديمية العسكرية المحترم والسيد عميد الكلية العسكرية الثانية على الدعم اللامحدود والمستمر لفوجنا، فوج طلاب إمام موسى الكاظم عليه السلام. تلقينا محاضرات الباوربوينت والأكسل والوورد والخدمة لصالحنا ولصالح الجيش العراقي والاستفادة من هذه البرامج. في ميدان المعرفة والمهارة يسقل العقل والجسد لصناعة حماة العراق ودرع البلد، من مقر الكلية العسكرية الثانية زاخو لإعلام وزارة الدفاع الملازم أول مصطفى مهاوي.